صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وكالعادة بنبدأ أولى جولتنا بجولة الأخبار التي حدثت بالأمس، ويمكن أهم هذه الأخبار وأبرزها كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الصينية الأولى، فضلا عن لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة السعودية الرياض، واللقاء كمان يعني اللي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالإضافة لأخبار تانية كتير هنستعرضها بالتفصيل في سياق العرض التالي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال كلمته بالقمة العربية الصينية الأولى إننا ما زلنا نعمل على إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي. وأكد الرئيس إن التعاون العربي الصيني اتأسس على التعاون وتبادل المصالح المشتركة ومواجهة التحديات وصيانة النظام الدولي، وقال قدمنا مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها ونتمسك نحو التقدم الحضاري، وخضنا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي والتنمية وبناء الاقتصاد. امبارح أيضاً التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة السعودية الرياض، وأشاد الرئيس بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، متمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية في تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسي الشقيق. وأكد كمان حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. كمان امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالعاصمة السعودية الرياض، واستهل الرئيس اللقاء بالتشديد على ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليمياً ودولياً في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان. امبارح كمان أكدت الحكومة إن الكلام والأخبار اللي انتشرت بخصوص إلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي كلام غير صحيح، وإنه ما صدرش أي قرارات بخصوص الموضوع ده، وشددت على استمرار تقييم الطلاب في المهام الأدائية بشكل طبيعي، خصوصاً إن نظام التقييم الكلي للطلاب بيتضمن تخصيص 60 درجة للاختبارات و35 درجة للمهام الأدائية وخمس درجات للمواظبة على الحضور علشان تكون الدرجة النهائية 100 درجة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، ودخل شهر نوفمبر 2022 من خلال تقرير مفصل أعدته الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك عودة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأرض الوطن، وده بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية بوروندي، وترأس خلالها مع الفريق أول بريم نيونغابو رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي الجلسة الختامية للاجتماع الثاني للجنة العسكرية المصرية البوروندية. أسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية للجيش البوروندي لمواجهة تحديات الأمن القومي وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل. يمكن من أهم يعني ما تم سرده في هذا التقرير فكرة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، اللي بتأكد قد إيه إن الدولة بتسعى دايما للارتقاء بهذه المنظومة والاستجابة لشكاوى المواطن وحلها في أسرع وقت ممكن. ويمكن في تجارب عديدة للكثير من المواطنين تحديدا في التعامل مع هذه المنظومة، وزي قدرت اللي هي تحل مشاكلهم في وقت يعني سريعة جدا، وإزاي المنظومة دي يعني شهر بعد التاني بيبقى إقبال المواطنين عليها كبير، لأن أنت مجرد ما بتتفاعل مع سواء كان الخط الساخن أو رقم الواتساب وتبعت صور موثقة، مش شرط تكون شكاوى من شيء يعني أنت
مسك بشكل مباشر او خدمه انت عاوزها بشكل مباشر، وهنا بنتكلم على مطالب فئويه تحديدا، لا انت كمان الصالح العام، لو انت في امر شايفه في الشارع مش مناسب لا يليق بمصر الجمهوريه الجديده تحديدا، بتبعت ده موثق بالصور وبتقول ان مثلا في هنا مشكله ما في الصرف الصحي، وبتبعت مجموعه من الصور اللي بتاكد كلامك وبتوثقه، بيبتدي في يعني طبيعه المنظومه دي تحديدا في وقت سريع جدا بيبتدي يتفاعل معاك. وهنا طبعا بنشكر دكتور طارق الرفاعي القائم على يعني هذه المنظومه تحديدا اللي دايما بيرفع بها تقارير لرئيس مجلس الوزراء، وايضا كمان شفنا في يعني اهم الاخبار التي حدثت بالامس حرص الدول العربيه على اقامه علاقات متميزه مع الصين تحديدا، وحاجه مهمه اللي الدول العربية كلها تتكاتف وتتعاون مع كيان من الكيانات الاقتصادية الكبرى اللي بيعد تاني أكبر اقتصاد في العالم. على أي حال خلونا دلوقتي نروح لجولة المحافظات، لأن مجموعة من الأخبار معانا في هذه الجولة والموضوعات المهمة، أبرزها أن 65 مليون جنيه تم تخصيصهم لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالخنكة في محافظة الأليوبية. كمان هيتم قطع التيار الكهربائي عن حي الزهراء في مدينة طور سينا، ونظمت محافظة الوادي الجديد احتفالية كبرى بتخرج 5 مدارس حقلية للنخيل في المحافظة. أخبار تانية كتير هنعرفها بالتأكيد من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن محافظة الأليوبية شغالة في الوقت الحالي على إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الصفا الصناعية، واللي بتعد واحدة من محطات المعالجة الثنائية اللي بتشتغل بطاقة 1500 متر مكعب بتكلفة 65 مليون جنيه، وبيتم تنفيذها تحت إشراف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية. شركة الكهرباء في جنوب سيناء أعلنت فصل التيار الكهربائي النهاردة عن حي الزهراء في مدينة طور سيناء لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة، وأكدت الشركة أن برنامج الصيانة الدورية المبرمجة هيتم لمدة 4 ساعات ونص، بداية من الساعة 9 الصبح ولحد الساعة 1:30 الظهر. في احتفالية في مركز ومدينة الدخلة تم تكريم 5 دفعات جديدة من المدرسة الحقلية للنخيل اللي انعقدت لمدة سنة كاملة في مزارع مختلفة بوجود عدد كبير من المزارعين بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة الفاو ومعهد بحوث وقاية النباتات ومديرية الزراعة. مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ أطلقت مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان كفالة إطعام، هدفها دعم الطفل اليتيم من خلال توفير أبسط احتياجاته وهي الطعام والتغذية السليمة. مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا نجحت في تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد 20773 سيدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار حقك تنظمي، وده في مراكز أبو تشت، دشنة، قنا وقفط. لسه فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية متواصلة وشغالة ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز بني سويف، وإجمالي الحيوانات اللي اتحصنت وصلت ل 66877 رأس ماشية. جامعة بنها أعلنت حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم بالمركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية للجامعات العربية اللي نظمتها جامعة جنوب الوادي بمشاركة 32 جامعة مصرية. في مركز ومدينة سيوة تم البدء في تنفيذ أعمال إصلاح وتسوية مناسيب مطابق الصرف الصحي، وده هيكون بداية من منطقة الكيلو 3 مروراً بميدان السوق وشارع أنور السادات ولحد منطقة ابن بيتك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. شهدت مستشفى شبرخيت المركزي في محافظة البحيرة إجراء 64 عملية جراحية متنوعة في إطار المبادرة الرئاسية لمواجهة قوائم الانتظار في العمليات الجراحية. في محافظة الغربية انطلقت مبادرة عينك في عينينا، وكمان انطلقت قوافل ستر وعافية لتقديم وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لأهالي قرية كفر حجازي في مركز المحلة الكبرى، وده ضمن جهود المحافظة للاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.